هل فعلا الأراضي اليمنية خالية من فيروس كورونا الذي غزا العالم وأربك البشرية؟ ما هي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الصحية لمنع دخول وانتشار فيروس كورونا؟ أهلا بكم. وباء عالمي يجتاح معظم دول العالم خلال أسابيع قليلة ويودي بحياة آلاف البشر والمصابين بعشرات الآلاف من الصين إلى إيران ومن أمريكا إلى أوروبا مرورا بدول الخليج ومصر والأردن ودول أخرى عربية. في اليمن لم تعلن أي سلطات محلية عن أي إصابة بالفيروس حتى الآن، لكن استمرار فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية يضع البلد تحت تهديد دخول أشخاص حاملين للفيروس، خصوصا مع انتشاره في السعودية ومصر وهما أهم محطتين يعبر منها اليمنيون القادمون من الخارج. خبراء وأطباء يحذرون من وصول الوباء اليمن بالنظر إلى تدهور البنية الصحية للبلد وضعف التجهيزات الصحية اللازمة فيما إذا تفشى الفيروس. التوعية الصحية والنظافة الشخصية تعدان من أهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة في اليمن كذلك. وباء جديد يجتاح العالم ويضع البشرية أمام حالة من الذهول والعجز جراء انتشار فيروس كورونا الذي وصل إلى معظم بلدان العالم. في اليمن لم تسجل أي إصابة حتى اللحظة، لكن مراقبين يرجعون الأمر إلى انهيار المنظومة الصحية في البلد بالنظر إلى أن الدول المجاورة سجلت إصابات ترتفع أعدادها بشكل مقلق في السعودية وعمان، بالإضافة إلى دولتي مصر والأردن اللتين تمثلا نقطة تجمع لليمنيين. بالرغم من خطورة الوضع، لم تعلن السلطات اليمنية حتى الآن عن إغلاق المنافذ الجوية والبرية والبحرية، خصوصا أمام القادمين من دول ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير كمصر والسعودية. منفذ الوديعة على سبيل المثال لا يزال يسمح بدخول المواطنين اليمنيين من السعودية إلى اليمن، بينما تمنع السعودية دخول المقيمين اليمنيين إلى الأراضي السعودية، في الوقت الذي كان يجدر بالحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء احترازاً من دخول أي مصاب للأراضي اليمنية. تعيش اليمن وضع حرب منذ 5 سنوات تدمرت خلالها البنية الصحية في معظم المحافظات، الأمر الذي يجعل من سيناريو دخول فيروس كورونا إلى اليمن شبحاً يتهدد حياة ملايين اليمنيين في ظل تدهور كفاءة الجهاز الصحي وافتقاره لتجهيزات الحجر الصحي اللازمة. مراقبون يحذرون من دخول فيروس كورونا إلى اليمن، فإذا كانت السلطات الصحية لم تستطع التعامل مع أوبئة كالكوليرا وحمى الضنك التي ما زالت تفتك باليمنيين حتى اليوم، فكيف سيكون الحال مع وباء سريع الانتشار أربك العالم ولم يكتشف الخبراء علاجاً له حتى الآن؟ أطباء ومختصون في منظمة الصحة العالمية يشددون على أهمية التوعية الصحية والنظافة الشخصية لتجنب الإصابة بالفيروس. غسل اليدين باستمرار وتجنب التجمعات المزدحمة أيضاً تعد من أهم الإجراءات الاحترازية التي ينصح بها الخبراء. صيحة إنذار يطلقها ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي لحث الحكومة على تشديد الإجراءات الصحية، فيما يبدو قدر اليمنيين واقعاً بين حكومة تعيش خارج البلد وميليشيات لا تولي أدنى اكتراث لحياتهم. إذا تابعنا التقرير مشاهدينا الكرام حول موضوع هذه الحلقة من المساء اليمني، ويسعدني في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفي من الصين من مدينة الصينية الدكتور عمار البعداني، وهو مكلف من الحكومة الصينية بنشر الوعي الطبي. أهلا بك دكتور عمار. أهلا وسهلا بكم، تحية لك ولمشاهدي قناتكم. دكتور عمار، نبدأ بالحديث عن كورونا. ما هو فيروس كورونا؟ ما هي أعراضه؟ لأن هذه الحلقة هي مخصصة اليوم للتوعية لمشاهدينا في الداخل، نتمنى أن تصل الكثير من الرسائل حتى يتم الاستفادة
من هذه الرسائل وتوعيتهم لمجابهة هذا المرض، ويبدو أن اليمنيين لا حول لهم ولا قوة، فقط معتمدين على الله سبحانه وتعالى، ونتمنى أن تظل اليمن خالية وفق التصريحات المعلنة حتى اللحظة من هذا الوباء. نبدأ بالشرح للمواطنين دكتور عمار، ما هو الفيروس وما هي أعراضه؟ نعم، إذا فيروس كورونا المستجد ويسمى وفقا لمنظمة الصحة العالمية كوفيد-19، هو فيروس ينتمي إلى عائلة كورونا. هذه العائلة كان من ضمنها فيروس الذي انطلق من الصين في 2002 و2003 وسمي بوباء السارس في حينها. فيروس آخر ينتمي إلى عائلة كورونا في العقد الماضي كان يطلق عليه اسم ميرس، وكان يسمى أيضا بمتلازمة الشرق الأوسط. وفيروسات كورونا هذه بما فيها كورونا المستجد الآن هي فيروسات من للجهاز، تصيب الجهاز التنفسي بشكل أساسي، وبالتالي فإننا نتحدث عن أن طرق انتشار هذه الفيروسات وعدواها تتم بشكل أساسي عن طريق خروج القطيرات من العطس أو السعال من المصابين، وعبر مسافات قريبة عبر مخالطة لصيقة يتم انتقال هذه العدوى. وطريقة أخرى لانتقال هذه العدوى هي أن هذه الطائرات التي نؤكد أنها لا تسافر إلى مسافات بعيدة، عندما تسقط على الأسطح خارجا ثم نقوم نحن بملامسة هذه الأسطح، بعد هذه الملامسة نعود ونلمس وجهنا، نلمس العين، نلمس الأنف، نلمس الفم. بهذه الطريقة الأخرى أيضا يتم انتقال العدوى. نعم، هذا بالنسبة لفيروس كورونا المستجد. كيف ينتقل بين الناس وكيف تصاب كيف يصاب الناس؟ لا دكتور، نقطة قبل أن تحدث كيف ينتقل، كوقت زمن يعني كم يأخذ وقت؟ هناك معلومات أنه الأسطح الجافة غير الأسطح المعدنية. نعم يعني تحملنا اليوم إذا ثقلنا عليك بالأسئلة، لأنه نريد أن نوضح للناس وتصل الصورة أوضح يعني. نعم، بكل سرور. منظمة الصحة العالمية وكل الأبحاث الأخيرة تقول بأن هذا الفيروس يفضل البقاء في الأجواء الباردة وعلى الأسطح الملساء والأسطح الباردة لفترات طويلة، ولكن الحديث عن كم بالضبط وكم عدد الساعات حتى الآن ما زالت هنالك أبحاث تتحدث عن ساعات، وهنالك أسطح ملائمة أكثر ربما يبقى عليها الفيروس حيا لأيام، ولكن الأسطح الخشنة. شرحت دكتور عمار، شرحت وقلت أن هذا الفيروس هو من عائلة كورونا وكان فيروس سابق في 2003. لماذا من الصين؟ لماذا هذه الفيروس تأتي من الصين؟ ولماذا الجهاز التنفسي؟ وهل إنه تم القضاء على الفيروسات السابقة؟ فهناك أمل قريب أن يتم القضاء على هذا الفيروس؟ هناك وجوه تشابه في المعالجات؟ كم أخذت من الوقت الفيروسات السابقة أيضا؟ هذه الفيروسات الثلاثة التي تحدثنا عنها، فيروس السارس وفيروس متلازمة الشرق الأوسط وفيروس كوفيد-19 فيروس كورونا المستجد، هي بالأصل فيروسات حيوانية تصيب الحيوانات، ولكنها وعبر حيوان آخر وسيط انتقلت إلى الإنسان. بعد انتقالها إلى الإنسان تكيفت مع الوضع الجديد وغيرت من خصائصها، وأصبح سهلا انتقالها بين الناس عبر الجهاز التنفسي وعبر الرذاذ وعبر القطيرات التي نتحدث عنها والمخالطة اللصيقة. نعم، هذه بشكل عام معلومات المعلومة حتى الآن عن أن هذه الفيروسات لماذا وجدت في الصين. كانت في 2002 و2003 كان الوسيط أحد الحيوانات الأخرى، والمصدر هذه الفيروسات الثلاثة يعلم أو من المعلوم أن مصدرها الرئيسي هو الخفاش، ولكن هنالك حيوان وسيط بعد انتقال الفيروس عبر هذا الحيوان الوسيط إلى الناس، ربما عبر احتكاك هؤلاء الناس بأسواق لبيع هذه المأكولات أو الحيوانات البرية. طيب الفيروسين السابقين كم أخذ من الوقت حتى تم التخلص منهما وإيجاد عقارات يعني وأدوية لمكافحتهما؟ الحقيقة أنه للمقارنة بين هذه الثلاثة الفيروسات، فيروس السارس حقق نسبة وفيات أعلى
نسبة الوفيات بلغت قرابة 10% من المصابين. فيروس السارس استمر من نوفمبر 2002 حتى شهر يوليو 2003، ولكن عدد الإصابات لم تكن بقدر الإصابات التي يسجلها كورونا المستجد. نحن نتحدث الآن عن أن نسبة الوفيات صحيح أنها أقل من نسبة الوفيات التي حققتها الفيروسات السابقة مع كورونا المستجد، لكن طرق الانتشار وسرعة الانتشار وقدرة كورونا المستجد على الانتشار هي الأسرع وهي الأخطر. إذا نحن نتحدث عن فيروس نسبة الوفيات فيه قليل، هو خطير من حيث سرعة انتشاره وقدرته على الانتشار. سأعود لك دكتور عمار، ولدينا الكثير من الأسئلة. نعم. ورحب بضيفي من تعز، الدكتور عبد الرحيم السامعي، مدير عام مكتب الصحة في محافظة تعز. أهلا بك دكتور عبد الرحيم. أهلا بك أستاذ سامي، وأرحب بالدكتور أيضا الدكتور عمار، وكذلك بالسادة المشاهدين الكرام في كل مكان. دكتور عبد الرحيم، حتى الآن منظمة الصحة العالمية تقول أن هذا الفيروس لا يوجد في اليمن، وأنه بوات يعني هو وباء عالمي وأعلن عنه كثيرا، لكن في اليمن حتى الآن لا توجد حالات اشتباه. هل بالنسبة لكم هل تم رصد أي حالات اشتباه أو شك للإصابة بفيروس كورونا؟ كما تعلم أخي سامي بأن محافظة تعز تقع في عزل قصري منذ 5 سنوات، وبالنسبة للمنافذ البرية والبحرية والجوية لا يتوفر منها إلا منفذ بحري واحد الذي هو على الساحل الغربي في كل من مديريتي ذباب باب المندب والمخا، وأما المنفذ البري فهو فقط يقتصر على الطريق المؤدية من محافظة تعز عبر هيجة العبد إلى محافظتي لحج ووصولا إلى العاصمة المؤقتة عدن، هذا هو المنفذ البري الوحيد. نحن خطونا خطوة في الأسبوع الماضي بتعيين فرق الاستجابة السريعة في الأربع المديريات الساحلية، وهي ذباب والمخا، ذباب باب المندب المخا موزع الوازعية، وكذلك المديريات الواقعة على الخط البري بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن، وهي الشمايتين والمواسط والمعافر. فرق الاستجابة هذه وضعناهم على منافذ دخول المحافظة، حتى الآن لا توجد أي حالة اشتباه تفيد بأن حالة بأنه مصاب أو أنها مصابة أو تحمل فيروس كورونا. لا توجد أي أعراض من الحالات التي تم تسجيلها. هناك حالات وافدة أتت من ليست حالات، أقول وافدين من الولايات المتحدة عبر مطار القاهرة ووصولا إلى مطار عدن، ثم دخلوا تم تسجيل عناوينهم ليس لغرض شيء، وإنما هو لتطمينهم ومتابعة هؤلاء الأخوة الوافدون خلال 14 يوم من دخولهم إلى المحافظة، وهي فترة الحضانة التي نتوقع أن أعراض الفيروس إذا ما كان أحدهم مصابا ستظهر عليه، بل أن الفترة 14 يوم يعني يعتقد أنها ستكون أعلى كونه قد أمضى أياما في السفر ثم دخل إلى اليمن في الفترة. ويظل هناك وجهات نظر مختلفة 14 يوم أو 28 يوم، وسأسأل فيها الدكتور عمار من الصين. طيب دكتور عبد الرحيم، الإمكانيات المخبرية والطبية المتواجدة لديكم، هل لديها القدرة للتعرف على هذا الوباء؟ أخي العزيز، الكثير من المعلومات العلمية أوردها الأخ الدكتور عمار. الوباء ينتشر بسرعة فائقة تفوق قدرات أنظمة صحية عالمية مشهود لها مثل النظام الصحي الأمريكي وكذلك الأنظمة الصحية الأوروبية. فينظر على أننا نحن هنا في اليمن نكافح العديد من الأوبئة المتوسطة الخطورة مثل الأمراض المعوية والإصابات البكتيرية في الجهاز التنفسي والأمراض الفيروسية الأخرى المنتشرة عبر البعوض الناقل والحشرات. فبالتالي الخطوات يجب أن تكون جادة وسريعة، ويجب أن نتصرف من الآن ومن هذه اللحظة على أنه هناك حالات ستصل، لأن سرعة انتشار
فيروس كورونا يحتم على السلطات العليا، وأقصد هناك العديد من الإجراءات اليوم اتخذت يمكن نتطرق عليها فيما بعد، لكن حتى هذه اللحظة أنا أؤكد أن الإجراءات المتخذة في محافظة تعز تقتصر على تناوب هذه الفرق، فرق الاستجابة التي أشرت إليها في الساحل الغربي وكذا المنفذ البري المؤدي إلى العاصمة المؤقتة عدن فقط. لكن بالنسبة للمحاليل المخبرية لا توجد، هناك فريق من المحافظة كان في عدن نزل وكانت مشاركة في ورشة عمل لمواجهة أو لاتخاذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا، عاد بالأمس من عدن ولم يصرف لنا فقط إلا الوسط الناقل للمساحات التي يمكن أن تؤخذ من أنف الحالات المشتبهة فقط. أما المحاليل المخبرية لإجراء الفحوصات المخبرية فلا زال حتى هذه اللحظة لا تتوفر. طيب حتى اللحظة لا تتوفر، لكن هل هناك وعود؟ هل هناك احتياطات يمكن أن تقوم بها وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمية؟ أخي العزيز، وجهت مذكرة الأسبوع الماضي ووضعت الأخ المحافظ في هذه الصورة، في صورة هذه المذكرة إلى وزارة الصحة، طلبنا بالدرجة الأولى يبدو أنه فقدنا الاتصال بالدكتور عبد الرحيم السامعي، ويفهم من كلامه أنه حتى اللحظة لم توفر أي إمكانيات حقيقية لمواجهة فيروس كورونا. أشكرك جزيلا دكتور عبد الرحيم السامعي، كنت معنا من تعز ويشغل منصب مدير مكتب الصحة هناك. شكرا لك دكتور عبد الرحيم. أعود لضيفي من الصين الدكتور عمار البعدان. دكتور عمار، 14 يوم أو 28 يوم هي فترة حضارة الفيروس، وإذا كان لك من تعليق على حديث الدكتور عبد الرحيم السامعي، أي نقطة استوقفتك وتريد أن تعلق عنها تفضل. نعم، بداية للحديث عن فترة الحضانة لهذا الفيروس، هذه من أهم عوامل انتشار هذا الفيروس، لأنه لو كانت فترة حضانته قصيرة لا استطاعت الدول والحكومات اكتشاف الحالات مبكرا، فالاكتشاف المبكر والعزل المبكر وعلاج المصابين هو الذي يتيح للدول السيطرة السريعة في مجابهة هذا الوباء الجديد. للتعقيب على فترة الحضانة، هي من يومين إلى 10 أيام بشكل أساسي، ولكنها تمتد إلى 14 يوما في معظم الحالات. ولهذا توصي منظمة الصحة العالمية بأن الحجر الصحي يعتمد على هذا الأساس 14 يوما. هنالك باحثون صينيون رصدوا أن هنالك بعض الحالات وصلت معها فترات الحضانة إلى 27 يوما، وهنالك من قال ببعض الحالات أنها أكثر من ذلك، ولكن هذه تظل حالات قليلة جدا لا يؤخذ بها. وبالتالي ما زال التعميم من منظمة الصحة العالمية للوافدين أو لمن يراد وضع في الحجر الصحي أو الحجر المنزلي أنها 14 يوما. وللتعقيب على ما تفضل به الأستاذ مدير مكتب الصحة في تعز، كنت قد تحدثت أنا من قبل عن أن هنالك منظومات صحية هشة في بعض الدول وأولها بلدنا اليمن، وبالتالي فوصول هذه العدوى إلى اليمن أصبح وشيكا وحتميا، خاصة بعد أن وصل إلى منطقتنا العربية. إعلان منظمة الصحة العالمية عن أن هذا الوباء أصبح جائحة عالمية، هذا لا يعني أن الفيروس تغير في خطورته أو في سلوكه أو في قدرته على الفتك، هذا يعني فقط أنه انتشر جغرافيا بشكل واسع عالميا. وهذه دعوة من منظمة الصحة العالمية للدول والحكومات لاتخاذ إجراءات أكثر وقائية وأكثر استباقية. وبالتالي نحن نتحدث عن بلدنا اليمن، ونتحدث عن عدم توفر. طيب نحن الآن متفقين أنه المنظومة الصحية في اليمن سيئة، إذا ما تكلمنا عن عوامل أخرى، هل هي تساعد على الانتشار فيروس في اليمن أو لا؟ الطقس، الجو، موضوع المناعة لدى المواطنين. أيضا أنت ذكرت معلومة أنه الفيروس الثاني الذي كان انتشر قلت في نوفمبر 2002 وانتهى في يوليو 2003، هل للأجواء الباردة والصيف علاقة بهذه الفيروسات أيضا؟ علميا يعتقد بأن هذا الفيروس وفيروسات كورونا تفضل الأجواء الباردة، ولكن
يعتقد أيضا بأنه لا ينبغي تعويله على ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، أو أن مجيء الصيف بدرجات حرارة ترتفع عن 30 درجة مئوية قد تقضي على هذا الوباء. منظمة الصحة العالمية أكدت على ذلك بأنه لا ينبغي التعويل على درجات الحرارة، بينما ينبغي على الدول اتخاذ كل الإجراءات الصارمة، اتخاذ كل التدابير اللازمة والاستباقية، على الناس أن يتخذوا كل سبل الوقاية والنظافة الشخصية والحفاظ على جهاز المناعة. وللحديث هنا عن محضر حديثنا عن اليمن بشكل خاص، بالطبع نحن نتحدث عن بلد أنهكته الحروب، هنالك الملايين من يعانون من سوء التغذية، وبالتالي ضعف جهاز المناعة، المنظومة الصحية الهشة، عدم توفر الأدوية، المنافذ أو مراكز الصحية لا يتوفر لديها حتى الآن. بناء على الكلام السابق لمدير مكتب الصحة مثلا، لا يوجد لديهم طريقة للتشخيص، وبالتالي كيف يمكن لنا أن نقول بأنه ليس لدينا حالات مؤكدة ما لم نجري هذه الفحوصات؟ وبالتالي نحن ندعو السلطات اليمنية إلى أن لا تعول على قياس درجات الحرارة. درجات الحرارة لم تنفع حتى مع دول كثيرة، هنالك فترة حضانة. بعد دخول هذه الحالات إلى اليمن ماذا ستفعلون؟ كيف ستحتوون هذه الحالات؟ هل هنالك مراكز صحية؟ طيب في ظل غياب كل هذه الإجراءات دكتور عمر، حتى نقدم معلومة للناس، كيف اليوم يعني في انتشار للأوبئة والحميات داخل اليمن، حتى نوضح للناس أن يستطيعوا أن يفرقوا بين أعراض الفيروس والإنفلونزا مثلا وباقي الأمراض، هل يمكن أن تقدم لهم هذه المعلومات الآن؟ نعم، بالنسبة للأعراض نقول أن فيروس كورونا المستجد هو فيروس من فيروسات الجهاز التنفسي، وبالتالي فإن هنالك أعراض كثيرة يتشابه فيها هذا الفيروس وهذا المرض مع مرض الإنفلونزا مثلا، ومع كثير من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي. هذا المرض من أهم أعراضه الحمى، من أهم أعراضه أيضا السعال الجاف، من أهم أعراضه أيضا بدرجات وبنسبة متفاوتة هنالك الصداع، هنالك بنسب قليلة أيضا هنالك الإسهال. وبالتالي التعويل على التشخيص فقط من خلال الأعراض ليس منطقيا. نقول للناس بأنه هذا الفيروس وهذه العدوى لا تنتقل إلا عبر مخالطة لصيقة، وبالتالي فإذا كنت في منزلك في اليمن ولم تختلط بمصابين ولا بأناس أجاءوا من مناطق موبوءة، ولم تذهب أنت إلى مناطق موبوءة من قبل، وبالتالي ليس عليك أن تسأل عن إصابتي بكورونا أو تذهب للمستشفى لتبحث عن فحص كورونا. عليك أن تتعامل معه كإنفلونزا عادية أو كالتهاب بكتيري عادي، لأن هذه الإصابة لن تكون إلا بمخالطة لصيقة ومن مسافات قريبة. أشكرك. من ناحية أخرى نعم، كلمة أخيرة تفضل دكتور إذا كانت هناك معلومة تريد تقولها قبل أن نعم. من ناحية أخرى هنالك رسالة يجب أن نوجهها، بأن المنظومة الصحية الهشة لدينا في اليمن توجب على السلطات منع حركة السفر أو حركة التنقل أو عودة الناس إلى اليمن، وهي دعوة أيضا للمغتربين اليمنيين الذين يخططون للعودة. ندعوكم بأن تتريثوا وأن لا تعودوا إلى اليمن في هذا الوقت بالذات، حاولوا أن لا تعودوا إذا إن صح التعبير. نعم، أشكرك جزيلا دكتور عمار البعداني، كنت معنا من أيوة الصينية وأنت مكلف من الحكومة الصينية بنشر الوعي الطبي. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات التي وضعتها أمام المشاهدين اليوم في هذه الحلقة من المساء اليمني. شكرا جزيلا لك، وأرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من تعز تيسير السامعي، وهو مدير التثقيف والإعلام الصحي في المحافظة. أهلا بك أستاذ تيسير. أهلا وسهلا، حياك الله أخي سامي، مرحبا. هل اليمن خالية من فيروس كورونا؟ تحية طيبة لك أخي سامي، وأشكرك على يعني هذه اللفتة الرائعة التي قمتم بها من أجل توعية الناس بهذا الوباء. طبعا للإجابة على سؤالك، يعني حسب التصريحات القيادة الصحية، وآخرها كان تصريح وكيل وزارة الصحة لشؤون لقطاع الرعاية الصحية الأولية، أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بمرض كورونا حتى الآن،
وكما ذكر الـ 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 أنه في حالة إذا اكتشف أي حالة فسيتم الإعلان عنها بكل شفافية. نعم. طيب، الآن هناك إجراءات تم الإعلان عنها من قبل الحكومة، إلى أي حد هذه الإجراءات كافية وقد تعمل على الحد من انتشار الوباء وعدم دخول إلى البلاد؟ نعم أخي، هناك إجراءات الآن اتخذت وآخرها ما تم الإعلان عنه اليوم من أن الحكومة يعني منعت السفر، أغلقت المطارات، وأيضا تعليق الدراسة لمدة أسبوع. هذه إجراءات ربما تكون إجراءات احترازية قد تحد من انتشار المرض وهذا الوباء، وإن شاء الله تعالى سيظل هذا الوباء بعيدا عن الشعب اليمني، لأنه إن شاء الله يعني نتمنى ألا يصل إلى اليمن. وأيضا نحن نرى أنه ما يتم اتخاذه هو أن تكون هناك أيضا إجراءات احترازية أيضا يعني أخرى ضد اللي من أجل القضاء على يعني الحد من انتشار هذا الوباء. طيب، إلى جانب هذه الأمنيات التي تتحدث بها ونتحدث بها جميعا أستاذ تيسير، هل هناك أي اهتمام ودعم للقطاع الصحي من قبل الحكومة للوقوف أمام هذا الوباء والاستعداد بخطة طوارئ؟ نعم أخي، لم أفهم السؤال. سؤالي عن أنه هل هناك أي اهتمام ودعم للقطاع الصحي، هل هناك حديث ووضع لخطط طوارئ لمواجهة هذا الوباء سواء من قبل الجهات الحكومية أو منظمة الصحة العالمية؟ نعم أخي، حسب معلوماتي وحسب متابعتي أنا كصحفي متخصص في القطاع الصحي وأيضا عملي كنائب لمدير الإعلام والتثقيف الصحي، وليس مدير ولكن نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي، حسب أنه هناك يعني استعدادات مبكرة تم اتخاذها من قبل وزارة الصحة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن. كان هناك تشكيل لجنة للطوارئ، وأيضا كما ذكر الدكتور عبد الرحيم سابق أنه تم تدريب عدد من الأطباء وتأهيلهم على السياسة العلاجية لهذا الوباء، وهذه الإجراءات كانت قد اتخذت طبعا قبل أسابيع. وكان هناك أيضا إجراءات تم اتخاذها أيضا من خلال فحص الوافدين القادمين من الدول التي ظهر فيها هذا الوباء. فالإجراءات هناك أيضا دعم من منظمة الصحة العالمية، وكما حسب معلوماتي أنه هناك وعود قدمت من منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى لدعم أماكن الحجر الصحي الذي تم تخصيصها سواء هنا في مدينة تعز أو في العاصمة المؤقتة عدن، وهذه الوعود إن شاء الله نتمنى أن تتحقق. وأيضا يعني أن يكون هناك أيضا تعاون مشترك ما بين الشركاء التنمية الصحية المنظمات الدولية ووزارة الصحة والسكان وأيضا مكتب الصحة والسكان هنا في محافظة تعز. طيب، نرحب أيضا بضيفنا من حضرموت الدكتور رياض الجريري وهو مدير عام مكتب الصحة في حضرموت. أهلا بك دكتور رياض. أهلا وسهلا، حياكم الله. الإجراءات الأخيرة التي تم الإعلان عنها اليوم من قبل الحكومة إلى أي حد هي كافية لمنع وصول كورونا أم ما زلنا بحاجة إلى إجراءات أخرى؟ طبعا هذه الإجراءات نحن كنا نحتاجها منذ فترة لكنها أتت في الوقت المناسب وكانت إجراءات سليمة جدا وبناء على توصيات من الميدان، وهناك احتياج لها كبير جدا للحد من انتشار الوباء وعدم وصول الكثير من الوافدين من الدول التي سجلت حالات إلى اليمن من خلال المطارات ومن خلال المنافذ البرية والمنافذ البحرية. فهذه الإجراءات إجراءات جميلة جدا، لقت ارتياح كبير جدا في القطاع الصحي وأيضا لدى المواطنين بعد الإعلان عنها مباشرة. طيب دكتور رياض، هذه الإجراءات سيبدأ العمل بها من يوم 18 مارس، يعني من يوم الأربعاء. الآن دعنا نتحدث عن ما حدث خلال الفترة السابقة وما تبقى من أيام إلى حين بدء تنفيذ هذه الإجراءات، كيف هي الأوضاع لديكم في حضرموت خصوصا أن لديكم أكثر من منفذ بري وجوي؟ طبعا نحن في حضرموت بدأنا إجراءاتنا مبكرا من بداية شهر فبراير الماضي، وكانت إجراءاتنا عبر كل المنافذ سواء كانت المنافذ البحرية أو المنافذ الجوية الموجودة لدينا والمنافذ البرية، وهناك تدخل كبير جدا من قبل
فرق الصحة أو الصحة صحة المواني، وهناك فرق طبية موجودة في كل المنافذ لفحص كل الوافدين، وهناك استمارات صحية وهناك استمارات أخرى للبيانات الشخصية من خلال الوصول إليهم في منازلهم، وأيضا تقديم لهم هناك تقديم توعية وتثقيف من خلال الحجر المنزلي، وأيضا التواصل معهم بشكل يومي خلال 14 يوم التي هي فترة الحضانة لكل الفيروسات بشكل عام. طبعا نحن في مطار الريان الدولي استقبلنا طائرة من جمهورية مصر العربية، كان فيها حوالي 70 راكب، اتخذت مجموعة من الإجراءات، كان هناك فحص للحالات الوافدة، وهناك استمارات صحية وهناك استمارات شخصية، وهناك تثقيف وتوعية صحية لكل الوافدين وإعطائهم كل البيانات وكل المعلومات التي يحتاجها، وأيضا تم توزيع كمامات، وأيضا الأخوة في مطار ريان الدولي كل الكادر الذي يوجد في المطار تم تثقيفه وتوعيته. وكيف طيب دكتور رياض، هذه خطوات مهمة، هذه خطوات مهمة، لكن ليس المهم هو توزيع الاستمارات والكمامات، هل يعني حقيقة رصدتم أي حالة اشتباه؟ أيضا هل هناك متابعة دائمة؟ وماذا عن الإمكانيات المتوفرة لديكم للفحص في المطارات والمنافذ؟ إلى أي حد هي متطورة وحديثة؟ وتم دعمكم وتزويدكم بهذه الإمكانيات؟ طبعا نحن في صحة ساحل حضرموت الإجراءات التي تمت إجراءات كبيرة جدا، ولم تسجل لدينا أي حالة اشتباه إطلاقا، وكان لنا دعم كبير من السيد المحافظ اللواء الركن فريسل البحتني محافظ حضرموت، وكذلك من معالي الاخ وزير الصحه ومتابعتهم الدائمه للاجراءات التي نقوم بها. فهناك بعض الاجهزه والتجهيزات التي وصلت من منظمه الصحه العالميه ومن وزاره الصحه اليمنيه، وايضا هناك دعم من الاخ المحافظ تم شراء بعض الاجهزه الحديثه للكشف المبكر وايضا للتدخل في حاله اشتباه. هناك مركز يعد للحالات المرضية ويجهز في حالة اكتشاف أي حالة لتقديم لها الخدمة، لكن في الجوانب الوقائية ومن أول يوم كان تدخلاتنا بقوة وتدخلاتنا بجدية وبجاهزية عالية من خلال فريق المنافذ وأيضا من خلال الفرق الصحية والترصد الوبائي الذين يعملون في الميدان وفي كل منشآتنا الصحية في حالة الاشتباه في أي حالة والإبلاغ عنها. وهناك غرفة عمليات على مستوى المحافظة وغرفة عمليات على مستوى الوزارة يتم الإبلاغ ليليا، وأيضا يتم تشارك في المعلومات حول الوافدين عبر كل المنافذ اليمنية التي يصلون عبرها إلى اليمن بشكل عام. طيب دكتور، بالنسبة لل يعني للمرحلة اللاحقة، لا قدر الله يعني تم اكتشاف حالات، كيف هي الاستعدادات والإمكانيات المتوفرة لديكم؟ طبعا في حالة اكتشاف حالات نحن بدأنا نثقف للمرحلة هذا، وبدأنا نوصل رسالة توعوية وتثقيفية كبيرة جدا، ونعتمد على جانب التوعوي والتثقيفي بشكل كبير جدا. في حالة أن اكتشاف حالة هناك مجموعة من الإجراءات وأيضا مجموعة من التدخلات، هناك لدينا وحدة البي سي آر التي يتم من خلالها فحص وتأكيد الحالات المرضية، وأيضا هناك لدينا مركز للمعالجة لتقديم خدمات طبية وعلاجية كاملة لأي حالة من الحالات المرضية، وأيضا هناك رفع جاهزية لدى الفرق الطبية الموجودة في مستشفياتنا للتعامل مع أي حالة مرضية. فكل الإجراءات على الصعيدين، الجانب الوقائي والجانب التشخيصي والعلاجي، نحن نعمل على رفع جاهزية فرقنا الصحية وأيضا تجهيز مستشفياتنا ومرافقنا الصحية لاستقبال أي حالة مرضية، سواء كانت حالة بسيطة أو متوسطة أو حالة حرجة تحتاج إلى تدخل عاجل. تقول دكتور رياض، وهذا سؤالي الأخير لك، أنكم تتواصلون بشكل يومي مع كل الذين وصلوا إلى البلد لمتابعة حالتهم الصحية، لكنهم بالآلاف ربما. دكتور رياض؟ نعم أسمعك، تفضل. سؤالي لك، يعني أنا كنت سمعت منك هذه المعلومة وأريد أن أتأكد منك، هل تتواصلون بشكل يومي مع كل الذين دخلوا البلاد بشكل يومي لمتابعة حالاتهم؟ نعم، نحن من تاريخ 6 فبراير كان لنا تواصل مع أخواننا في كل المنافذ اليمنية، في حالة أن هناك أي واحد من الموافدين من محافظة حضرموت وصل إلى أي منفذ من المنافذ، نتشارك معهم المعلومات حول الاسم وبياناته الشخصية وأيضا مكان وجوده، وسجلنا تقريبا
6 أشخاص وافدين من تاريخ 6 فبراير كانوا وافدين من الصين عبر مطار عدن الدولي، وتم الوصول لهم والتعامل معهم، وحتى مرت فترة الحضانة ولم يكون هناك، لم تظهر عليهم أي علامات وأعراض. وأيضا هناك تواصل مع أخواننا في المنافذ الأخرى، ونصل إلى كل الأشخاص الوافدين الذين وصلوا إلى حضرموت في مديريات ساحل حضرموت. ولدينا 70 واحد وصلوا في الطائرة الأخيرة من عبر مطار الريان الدولي، ولدينا تلفوناتهم نتواصل معهم بالتليفون، وهناك فرق الاستجابة السريعة تصل إلى بيوتهم ونطمن عليهم بشكل يومي حتى تمر فترة الحضانة 14 يوم، حتى ونكون مطمنين عليهم بشكل سليم جدا. وهم بيعتبروا بالنسبة لنا الأكثر خطورة لأنهم واخدين من بعض الدول التي سجلت حالات مرضية. نتمنى لهم السلامة ونتمنى للجميع السلامة، وإن شاء الله تمر هذه الأزمة بخير وخير على خير في اليمن. شكرا جزيلا لك دكتور رياض الجريري مدير مكتب الصحة في حضرموت، وعد لي ضيفي من تعز عبر الرقم الصناعي الأستاذ تيسير السامعي نائب مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحي. الآن هناك إجماع على أن الوضع الصحي والبنية التحتية الصحية سيئة في البلد، ماذا عن المخاوف من خروج الأمور عن السيطرة؟ طبعا كما تعرف هو صحيح، لكن نحن طبعا أحب أن ألفت أقول نقطة مهمة، إنه نحن أصلا يعني هناك أوبئة أخرى انتشرت في اليمن، كان هناك الكوليرا وأيضا أوبئة أخرى. أعتقد بأنه هذه الأوبئة التي كانت قد انتشرت من سابق ربما قد اكتسبتنا نوع من الخبرة التراكمية في مكافحة الأوبئة. يعني المحنة مثلا نحن في محافظة تعز هنا قمنا بتدريب أكثر من 1000 متطوعة ومتطوع متطوعة، هؤلاء يعني تم تدريبهم على كيفية الوقاية يعني التوعية بالأمراض والأوبية. أعتقد أنه هؤلاء ربما سيسكلون لنا يعني ذخيرة يعني رصيد كبير، وسنستفيد منهم في التوعية بوباء كورونا إن شاء الله. وأعتقد أنه يعني حتى الآن ربما منافذنا هي مغلقة بسبب الحرب، وأعتقد أن هذه رب ضرة النافعة، هذا قد ربما هو السبب الرئيسي الذي جعل الوباء لم يصل إلى اليمن حتى الآن. ف يعني أنا أرى أنه يعني لدي تفاؤل كبير بأنه قد يوصل هذا الوباء إلى اليمن، سيكون بشكل خفيف وسنستطيع أن نتغلب عليه إن شاء الله تعالى. طيب يعني تتحدث عن خبرة متراكمة، تتحدث عن خبرة متراكمة لمواجهة الأوبئة خلال سنوات الحرب، ماذا عن الاحتياطات اليوم التي يفترض أن تقوم بها وزارة الصحة لمنع انتشار الفيروس؟ هل هناك أي احتياطات؟ عفوا أخي سامي، لما فهم السؤال، عيد السؤال. لديك إشكالية في الصوت، تسمعني متأخر أم لا يصلك الصوت؟ تسمعني الآن؟ نعم هلا أسمعك. تحدث عن خبرة متراكمة لمجابهة الأوبئة خلال سنوات الحرب، ماذا عن الاحتياطات التي يفترض أن تعمل عليها وزارة الصحة لمنع انتشار الفيروس؟ هل هناك أي احتياطات؟ وكيف تقيم هذه الاحتياطات؟ نعم الاحتياطات قد ذكرتها وذكرها أيضا الدكتور، لكن كيف تقيم هذه الاحتياطات؟ هل هي كافية؟ هل هذه الاحتياطات كافية؟ تقييمك لهذه الاحتياطات، هل هناك تلمسون أي اهتمام من منظمة الصحة؟ نعم أنا أقول أنه قد تكون الاحتياطات ليست كافية، لكنها حسب الإمكانيات المتاحة لدينا. يعني أنا أقول أنه مكتب الصحة والسكان ووزارة الصحة والسكان يعني يبذلون جهود كبيرة جدا ومنذ وقت مبكر، وأنا خلال ما كنت أتابع أن هناك جهود بذلت بشكل كبير منذ وقت مبكر، منذ أن كان هذا الوباء ما يزال يعني في الصين فقط قبل أن يصل إلى المنطقة إلى منطقتنا العربية. لكن هذه الجهود تظل يعني في إطار الإمكانيات المتاحة الذي هي يعني تتناسب مع وضع البلاد. لكن كما قلت لك هناك وعود من منظمة الصحة العالمية أنها ستقدم دعم للمنظومة الصحية في البلاد من أجل أن تستطيع مواجهة الوباء في حالة ما إذا وصل إلى اليمن. كذلك أنا أدعو إن شاء الله تعالى، أنا أدعو الأخوة المواطنين وأدعو الشعب اليمني بشكل عام إلى أنه هذه فرصة أننا نتآزر ونتضافر ونتعاون وأن نتعامل مع هذا الوباء ككارثة إنسانية. يجب علينا أننا يعني نعمل كلنا كصف واحد وفريق واحد من أجل مواجهة هذا الوباء.
اليوم يعني يجب أننا ننسى كل الخلافات السياسية والتقاذبات السياسية، ونتقي بأنه هذا وباء إذا وصل إلى اليمن فإنه لن يفرق ما بين هذا وهذا، وإنما يعني سيصيب الكل. فالواجب الإنساني والواجب الوطني علينا جميعا أننا اليوم نقف صفا واحدا من أجل مواجهة هذا الوباء، وأننا لا نسمح لهذا الوباء أن يصل إلى بلادنا. أعتقد أنه لدينا من الأوبئة ما يكفينا، فالأصل أن يظل هذا الوباء بعيد عنا، لا وما زال أنه بعيد عنا الآن، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فعلينا أننا نحرص أشد الحرص على ألا يصل إلى بلادنا، لأنه إذا وصل أعتقد أنه يعني سيمثل لنا كارثة. لكن لدينا فرصة كبيرة أنه نمنع وصوله، والإجراءات التي اتخذت اليوم من قبل الحكومة أعتقد أنها إجراءات يعني تشكر عليها، ونتمنى أن يكون كما قلت يكون هناك جدية في العمل، وأن يكون هناك تكافؤ يعني تضافر وتكاتف من كل أبناء الشعب اليمني، لأن اليوم نحن بحاجة إلى أننا نقف صفا واحدا في منع وصول هذا الوباء إلى بلادنا إن شاء الله. أشكرك جزيلا أستاذ تيسير السامعين، مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحي في محافظة تعز، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا من تعز. وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من المساء اليمني، نلقاكم في الغد وحلقة جديدة، في أمان الله.